اسم حضرتك؟ حاجة زينب. يا حاجة، انت شغالة في صناعة الأباقيب والأخشاب دي من امتى؟ من أبا عن جدا. عندها كام كده؟ لا دي سنين، يعني تقولي 80 سنة 90 سنة، عشان الأب وقبل الأب جد. اه صنعة والدي وجد. الأباقيب دي لسه في حد بياخدها لحد دلوقتي؟ اه هي كانت بطلوها ولغوا الجوامع عشان الشماشب بتتسرق، طلبوا الأباقيب فصنعناها تاني. الإقبال على الأباقيب بقاله قد إيه زي؟ كتير، بقالنا سنتين ثلاثة شغالين فيه. سعر الأباقيب بكام؟ سعر الأباقيب 8 جنيه. 8 جنيه؟ في منه مقاسات ولا هو بيبقى مقاس واحد؟ لا هو كله أساس رجالي، يعني عشان الجوامع مدخلة الرجالة اللي بتخشها. عندي كمان الهون الهون والقرمة بتاعت الكزار. الهون بكام؟ القرمة الهون من 15 ل 30. والقرمة؟ القرمة برضك في حتت من 5 ل 20، وفي قرمة ممكن 600، وفي قرمة 900 كزار كبير. العصيان او العصيان العكاز وادوات الجزار عندي. عندك حاجه انت بتعمله بقى حضرتك انت بتصنعي حاجات؟ لا عندي اخويا واولاد اخويا وابني هم اللي بيصنعوها، هم اللي بيصنعوا المنشار والمخرطه والمكنه، بتصنع الحاجه ورا بعض. كمان عندك اشكال هي بتاعت الموتوسيكل ديت؟ لا الموتوسيكل والحاجات دي مستورده، شغل صيني. مش شغل صيني، انما عندي الابقاب والقرمه والجرم. هو الطبق الخشب ده برضو انتوا اللي بتعملوه؟ الطبق الخشب ده بعمله وبيستورد بره. بيتباع بره؟ هو دي السعودية والكويت وليبيا. في اقبال من المصريين على شراب؟ في اقبال. تمام. المشنة دي برضو تبع حضرتك؟ المشنة بتاع بيختار الصيدلية وبتاع المحلات بيحطوا فيها الشغل. دي بكام؟ دي ب 20 30. شغال في صناعة الأخشاب؟ صناعة البراميل الخشب. البراميل الخشب من امتى؟ بقالي حوالي 25 سنة. بس احنا يعني لسه في حد بياخد البراميل ديت لحد دلوقتي؟ لا، فينا اتعملت دلوقتي للعلافة. للعلافة كمان. وفي براميل زي دي كده اقوم؟ لا خليك زي ما انت كده ونشوف بعدين. شاور عليه شاور عليه شاور عليه. البراميل زي ديت بتتعمل بكور. اها. اللي هي البراميل دي، ده اساس البراميل ده. البومبي ده. تمام. ده البراميل بكام من؟ لا بكام دي بقى ما تدخليني في حوارات. لا مش حوارات، انا بس بنتكلم حديث. ماشي خلاص، مش هنقول اسعار، ما ندخلش في اسعار. تمام تمام نكمل. ايه تاني برضو انواع البراميل او انواع الحاجه مثلا غير اللي هي بتاعت ده العلافه وده بتاع المخالل وده البرميل بتاع الجيلاتي اللي قلت لك عليه ده؟ ايوه يا حاج، ده برميل الجيلاتي. وفي برميل الفسيخ بيخلوا له في الفسيخ صحي عن البلاستيك. في بقى حركه بيع وشراء وكده؟ لا 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 حركة. لا مش قوي يعني. طب وده سببه ايه؟ ما انت عارفه الحاجه بتغلى والزبون ما بيقدرش. يعني هو السبب ان هو الحاجات بتغلى، مش السبب ان الحاجات دي ما بقتش منتشره كتير. ما هي هيجي لها يوم هتنقرض لازم. طب ده ممكن تنقرض مثلا بسبب ايه بقى؟ ايه؟ الانقراض ممكن تنقرض مثلا الصناعه بسبب الايدي العامله؟ بس حاجات تطلع جديده عن العلافه. يعني دلوقتي شغاله علافه ممكن تطلع حاجه جديده عن العلافه.